بما ان القطايف من احلى الحلويات في رمضان بالنسبه لي، قررت اعملها في البيت لاول مره معاكم. كل اللي هحتاجه كوبايتين دقيق منخولين، معلقه كبيره خميره، ربع معلقه بيكنج باودر، معلقه صغيره سكر، رشه ملح ورشه فانيليا، وربع كوبايه نشا. حطيت الخميره وهحط عليها ميه او لبن بس يكونوا دافيين. انا حطيت لبن، هضربهم كويس جدا مع بعض، وهرجع احط الملح والفانيليا والسكر والبيكنج باودر على الدقيق، وهحط اللبن والخميره على الدقيق برضو. هحط شويه لبن على شويه ميه وهقعد اقلب، وفي الاخر هحط النشا وهقلب لحد ما القوام يبقى خفيف كده زي ما انتوا شايفين. هغطيها وهسيبها تخبر شويه، بصراحه ما كانش في وقت كفايه فما سبتهاش كتير. رجعت حطيتها في الكيس ده، حطوها بقى في كيس حلواني لو هتعرفوا تعملوها بالمعلقه، يعني زي ما انتوا حابين براحتكم يعني. حطيتها بقى في طاسه ما بتلزقش، وهديت النار علشان ما تتحرقش من تحت، لان احنا مش هنقلبها، اول ما الفقاقيع دي كده تطلع هنشيلها على طول. هحشيها بقى مكسرات، حطيت تشكيله مكسرات كده. بصراحة كنت مبسوطة قوي ان هي زبطت، لاني ولا مرة عملتها في البيت، فأتمنى تجربوها، ولو جربتوها اكتبولي في الكومنتات عجبتكم ولا لا. كمان عايزاكم تقولولي بتحبوا القطايف تكون محشية ايه، يعني في ناس بتحب تحشيها شوكولاتة، وانا عن نفسي بحب المكسرات، فاكتبولي برضو بتحبوا تحشوا القطايف ايه. وعملت الكمية كلها، بس في حبة سبتهم مفتوحين علشان هحشيهم قشطة. سخنت الزيت وقلتهم، علشان نعمل الشربات هنحتاج كوباية مية وكوباية سكر، وهنسيبهم على النار حوالي كده 10 دقايق، وفي الاخر هنعصر عصرة ليمونة وهيطلع بالقوام واللون اللي انتوا شايفينه ده. كده القطايف بقت تمام، حطيتها في الشربات وقلبتها، وفي الاخر المفتوحه زي ما قلت لكم حشيتها قشطه، وحطيت من فوق عليهم شربات ومكسرات، وبجد كانت تحفه. اتمنى تجربوها وتكون سهله، واشوفكم في الفيديو الجاي، ورمضان كريم. باي باي.